هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله، وحشتوني قوي 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 بجد، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير ما قعدتش القعده دي وصورت، وزي ما انتم شايفين انا نقلت البيت، وانا عارفه ان في صوت صدى، انا نفسي سامعه نفسي دلوقتي وانا بتكلم. فحد ما اشتري بس مايك جديد، سامحوني الفتره دي لان ما عنديش مايك، وعارفه ان الاوضه لسه فاضيه، بس ان شاء الله الاوضه دي مش هتفضل فاضيه كتير يا حلوين، لان في ناس هتيجي تظبطها لي، اظبط لي الحيطه دي اللي ورا، هيبقى في كده اجواء جميله في المكتب بتاعي. ده المكتب بتاعي، الاوضه دي تبقى مخصوصه عشاني انا لوحدي، محدش شها ابدا وانا بصور. النهارده بقى هنعمل تجربه الماسكات المشهوره اللي انا دايما بشوفها على تيك توك وكده. في حاجات كتير بصراحه انا شفتها هموت واجربها دلوقتي، بقالها كتير جدا قاعده عندي هنا، فانا متحمسه جدا ان انا اعمل لكم الفيديو ده. فاللي حابب يتفرج على الماسكات دي كلها ويشوف رايي الصريح فيها يتابع الفيديو ده. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو ده لازم اكلمكم عن اكتر ماسك بحبه في العالم. هو بس مش مجرد ماسك، هو بروفيشنال تريتمنت زي العيادات اللي انتوا بتروحوا لها تعملوا فيها فيشلز، بس بتعملوه في البيت وانتوا قاعدين مرتاحين بخصوصيه. وهو UFO2 بتاعي اللي هو من فوريو، بيكون ليه شيت ماسكس كده مخصصه بتتحط على الجهاز علشان تمشوه على وشكم كده، بدل ما تحطوا الشيت ماسك بالطريقه التقليديه على الوش. الحلو بقى في الجهاز ده يا بنات ان هو بيستخدم ثلاث انظمه فعاله جدا جدا لعلاج البشره، وهي التبريد والحراره والاهتزازات الخفيفه. طبعا زي اي جهاز ثاني من فوريو بتوصلوه بالموبايل ابلكيشن، والابلكيشن اوريدي عليه كذا نظام لعلاج البشره، اما الفول فيشل اللي بياخد دقيقتين او ال90 سكند تريتمنت اللي بياخد 90 ثانيه بس. هتلاقوا ان الجهاز بيسخن بسرعه جدا على البشره، بيبقى دافي على البشره، الحراره دي هتساعد جدا البشره ان هي تمتص اي حاجه هتحطوها على وشكم. هتلاقوا طبعا الجهاز بيتهز معاكم وانتوا بتستعملوه، ده هيحفز الدوره الدمويه جدا وانتوا بتستعملوا الجهاز. كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تغسلوا الوش الاول كويس قوي، بعد كده تستعملوا الشيت ماسكس المخصصه. في 8 اضواء مختلفه، كل ضوء منهم بيعمل فانكشن معينه للبشره. انا بالنسبه لي بحب جدا استعمل الضوء الازرق والاحمر علشان بيشيلوا الاكني او الحبوب اللي في البشره. حلو في UFO2 ان انتوا بتشتروه مره واحده بس، تفضلوا تستعملوه بعد كده على طول. ومن اكتر الحاجات اللي بجد فرقت جدا في بشرتي، في نعومه بشرتي وملمس بشرتي ونضارتها، بجد بيدي احساس بالاسترخاء. يعني اكتر حاجه بجد بتعجبني فيه ان هو بيديني احساس كده ان انا لسه طالعه من السبا، يعني بيريح الاعصاب جدا. حتى احمد بيحب يستعمله جدا. طبعا الكرايوثيرابي اللي هو بيعملها بتشد الوش جدا علشان تحافظ على الكونتورز بتاعت الوش، وانا كمان بحب استعمله بطرق مختلفه. يعني انا احيانا كده بعمل زي هاك للجهاز، بس بحطه مع السكين كير بتاعي، واحيانا بحطه على رقبتي كمان. وفان فاكت، الكرايوثيرابي بتبقى حلوه جدا لو عندكم مثلا انجري لسه حاصل حالا، اتخبطتوا مثلا في ايديكم او حاجه زي كده، حلو ان انتوا تستعملوا الجهاز عليها وانتوا بتحطوا المرهم بتاع البشره. يعني اي جزء في الجسم تقدروا تستعملوا عليه اليو اف او 2، فانصحكم بيه جدا، استثمار رائع للبشره. كل التفاصيل بتاعه الجهاز هسيبها لكم تحت يا بنات في صندوق الوصف لو عايزين تشتروه. بس كده يلا نرجع للفيديو. خلونا نجرب اول ماسك انا نفسي اجربه بصراحه، اللي هو الماشين دي او الجهاز بتاع الماسكات الطبيعيه اللي بيعمل ماسكات طبيعيه في البيت. بصراحه انا فتحت البوكس قبل كده علشان اشوف الماشين دي بتستعمل ازاي، بس ما جربتهاش لسه. اول ما بتفتحوها بيطلع لكم الستنسلز دي او اللي هي القوالب بتاعه الماسكات بتاعه تحت العين. في هنا القالب بتاع الفيس ماسك اللي هو قد وشي تقريبا، يعني حاجه مش عارفه اذا قد وشي ولا لا بصراحه، ممكن يبقى اصغر شويه من وشي. هو عايز يبقى كده علشان يبقى قد وشي، هو مدور جدا يعني في حد وشه مدور بالشكل ده. anyway ده القالب اللي هيكون عندنا، كتيب صغير. ادي الماشين، طبعا انا توقعتها اصغر، سوري اكبر من كده بكتير جدا. بصوا حجمها قد ايه. اهم بوكس اللي هو فيه الحبيبات الجيلاتينيه دي اللي هي بتخلي الماسك جيلاتيني، عدد كويس على فكره، وبعدين فاصلينهم كده علشان ما يبوظوش، فاربع باكتس. نفتح دلوقتي اول واحد. اوكي كل اللي علينا نعمله ان احنا نحط العصير بتاع الفواكه هنا، وبعدين تحطوا عليه كبسوله من الكبسولات دي وتسيبوه يندمج مع بعضه شويه. بصوا ازاي الخلاط ده من تحت فيه حاجه بتلف كده. انا كنت متخيله ان هو هيبقى بيخلط الفواكه الاول، بس هو كل اللي هو بيعمله ان هو بس بيقلب. يعني انا عندي اوريدي ميكست فيلينجز من قبل ما ابتدي. انا عندي هنا عصير سبانخ، ما تسالونيش ليه جبت عصير سبانخ تحديدا. اوكي المفروض ان انا احط ميه 60 مللي وبعد كده ازود 20 مللي بس من العصير الفواكه لحد ما توصل 80 مللي. بعد كده مكتوب ان احنا المفروض نبتدي نخلط، واثناء ما احنا بنخلط نضيف الكبسوله. فهنشغل، انا اوريدي حاطه فيه بطاريتين تحت. بصوا مين جه. هاي مامي، كان بيعيط. دمدومي لازم ياكل الاول قبل ما نكمل علشان هو جعان شكله. احنا مش لسه واكلين، احنا مش لسه واكلين، عيط لي يا مامي.
بقالها تقريبا 3 دقايق بتلف ومكتوب في الورقه ان هو المفروض اسيبها من 3 ل 5 دقايق فسيبها دقيقتين كمان. هي ابتدت تدوب بس هي بتدوب بالراحه قوي 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 فهنسيبها تلف مع نفسها. اوكي بقالها على الاقل ربع ساعه قاعده بتلف بالشكل ده لحد ما الحبايه دابت خالص. اخدت وقت طويل جدا لحد ما تدوب 100%. فاعتقد كده دلوقتي ان احنا نقدر نستعمل المحلول. اوكي اول حاجه هبتدي بالوش علشان هو اكبر بكتير من الماسك بتاع العينين. هو اوريدي بقى تخين يعني مش عارفه اذا قادرين تشوفوا. مش عارفه بقى هقلبه ازاي. ايه خلصت السائل نسيت احط الباتش اللي تحت العين. اوكي احط واحده بس. اوكي كفت واحده بس. بعدين ايه احطه في الثلاجه بقى ولا هيجمد لوحده ولا ايه؟ اعتقد ان انا حطيت كتير. كل ما احركه من ناحيه اوريدي يروح من الناحيه دي. اعمل ايه؟ انفخ عليه. اخيرا كده بقى كله حته واحده. سو هنركنها على جنب لحد اخر الفيديو نستعملها في الاخر. اوكي لحد ما ده ينشف عايزه استعمل حاجه تانية كان نفسي استعملها برده من فتره طويله قوي والصور بتاعتها كانت مغريه جدا وهي الصابونه بتاعه لبن الماعز اللي انا سمعت عنها كلام رهيب. طبعا انتوا عارفين ازاي الكوريين بيحبوا البشره الفاتحه الصافيه خالص فيها هيدرولايز بروتين. مش عارفه ايه الهيدرولايز بروتين ده. المفروض ان هي بتنظف البشره وبترطبها جدا في نفس الوقت. شكلها بيبقى غريب شويه لما بتحطوها تحت الميه بيبقى ليها قوام كده لزج شويه فخلونا نجربها. او ماي جاد عارفين الجبنه لما تتحط كتير في الثلاجه وتبقى خلاص لازم تترمي. اوف ريحتها وحشه جدا بس اتمنى ان مفعولها ما يبقاش سيء زي ريحتها. ادي صابونه نحطها تحت الميه. فعلا تحس ان هي ملمسها ملمس حليب يعني كانها فعلا معموله بس من اللبن يعني فاعتقد ان دي هتبقى كويسه فعلا لترطيب البشره. هبل وشي دلوقتي استعملها كده على طول. اوكي ابتدى الصابون يطلع دلوقتي بس هنغسل وشنا. اوكي حاسه ان بشرتي فعلا نظيفه ومشدوده يعني عارفين احساس النظافه قوي بس مش حاسه باي ترطيب. حاسه ان وشي مشدود عارفين لما تحسوا ان وشكم مشدود قوي من كتر الصابون. غريبه مع ان هي ما كانش باين ان هي فيها اي صابون يعني ما اعتقدش ان انا عمري هستعملها لان انا عندي غسول احسن بكتير. هديها كام من 5؟ اعتقد ان انا هديها 2 من 5 بصراحه لان هي بس بتنظف وبتعمل شويه ريفرشمنت كده بس تهيألي اي صابونه في العالم هتعمل كده فما اعتقدش ان انا هستعمل صابون على وشي كل يوم بصراحه. اوكي نيجي لواحد بقى اكيد كلكم شفتوه قبل كده الماسك اللي كل البشريه حرفيا شافته هو الماسك الاخضر ده اللي اسمه الجرين ستيك ماسك اللي المفروض ان هو بيطلع حبوب سودا كده على البشره ومكتوب عليه ان هو معمول من الجرين تي او الشاي الاخضر فالمفروض ان هو بينظف قوي المسام بتاعه الوش. اوه طري جدا وساقع جدا يا خبر ما توقعتش ان ده يبقى الملمس خالص. عامل زي الايس كريم لما بيسيح بس هحطه على المناطق المفروض ان هي فيها مسام يعني الانف والخدين والدقن. وللاسف كل الكلام المكتوب عليه مكتوب باللغه الكوريه فانا مش عارفه اقرا المفروض انا اسيبه قد ايه على وشي بس انا هسيبه تقريبا ربع ساعه. اوكي انا حاسه ان الماسك ده مش راضي يمسك خالص فانا غالبا هحطه في الثلاجه لان انا اعتقد ان هو مش هينشف لوحده يعني لازم يتحط في الثلاجه. أسوأ ماسك في العالم وقع مني في الأرض وقع مني في كل حتة لحد ما وصلت التلاجة. أنا باصة دلوقتي في المراية قدامي ومصدومة فعلا من إنه إزاي بيدخل جوه المسام. هصور لكم دلوقتي صور بفلاش علشان تشوفوا إزاي هو فعلا تحس إن هو دخل جوه المسام كده وطلع الحاجات الزيوت اللي جواها. بالنسبة لي أنا بشرتي مش محتاجة كل ده بصراحة لأن أنا بشرتي أصلا جافة مش محتاجة كل التنظيف العميق ده بصراحة بس أي حد عنده بشرة دهنية أو عنده مسام كتير أعتقد إن دي حاجة هتبقى تحفة بالنسبة له وتطلع الزيوت فعلا. إحساسه كمان على البشرة وطريقة كده الأبلكيشن بتاعته أنا بصراحة هديله 5 من 5 هو فعلا رائع. طبعا مش هنقارن بالفيديو اللي إحنا اتفرجنا عليه على التيك توك لأن ده فيديو طبعا مش حقيقي خالص فهديله 5 من 5 الحقيقة لأنه فعلا فعلا عمل اللي أنا ما كنتش أتخيل إن هو هيعمله. هو دلوقتي اغسل وشي واشوف بقى وشي احمر تحت ولا ايه. اتمنى انه ما يبقاش احمر. اوكي طبعا حاسه دلوقتي ان بشرتي مشدوده بس 5 من 5 حاسه ان هو فعلا فعلا نظف وشي طلع كل الزيوت اللي فيه بس دلوقتي بشرتي جافه جدا فيلا بينا ننتقل على الماسك اللي بعد كده. اوكي دلوقتي انا عايزه استعمل بصراحه الماسك ده قوي لان المفروض ان هو بيرطب الوش. ده ماسك البيض ده كده بيجي شكله قد ايه شكله كيوت بصراحه حاسه ان هو هيرطب بشرتي قوي. هطلعه بصوابعي بقى ولا ايه بس غالبا هطلعه بصوابعي كده. اوه بس القوام بتاعه زي البيض فعلا ساقع زي ما توقعت
ورحت برتقان. الله ريحته حلوه قوي. ريحته عارفين الفيتامين سي؟ وهسيبه بس 10 دقايق. مكتوب عليه ان هو بيرطب البشره بس مش مكتوب عليه اي حاجه تانية على الباكجينج، يعني هو بس مكتوب على الويب سايت ان هو جل ماسك بيرطب الوش. او ماي جاد بجد بليت هدومي قوي، يعني بصراحه يعني مش عارفه اقول ايه، يعني ولا عمل اي حاجه خالص، بشرتي لسه جافه زي ما هي بالظبط. 1/5 بصراحه. Anyways خلونا نجرب مع بعض الماسك ده عبارة عن ماجنتيك ماسك، فيه هنا جوه مغناطيس اهو، وفي كمان زي سباتشلا كده صغيرة علشان تشيلوا بيها الماسك وتحطوه على وشكم. الماسك ده اسمه Black Luster Mask Moisturizing and Shiny Colorful Luminous Shiny Colorful. اوكي العلبة من بره متوسخة ودي حاجة مش لطيفة، مكسورة كمان شوية، ما علينا. بسم الله. هو مود ماسك فالمفروض ان هو على شكل طين. بصوا ازاي بيندمج، الله. هو مش بارد خالص على فكرة، وانا مستغربة لان الجو في الأوضة بارد. بجد ملمسه حلو جدا على البشرة، مش عارفة اشرح لكم عبارة عن ايه، كأنكم بتمدوا مثلا زبدة على البشرة. اوكي مفروض ان احنا نسيبه 10 دقايق على البشرة وبعد كده نشيله. ومن الريفيوز اللي انا شفتها عن الماسك ده بالذات، يعني ناس كتير جدا بتحبه بتقول ان هو فعلا بينعم البشرة جدا. اوكي الاحساس ده بجد غريب، سمعت الصوت؟ واو محتاجين حتى تنضفوا المغناطيس علشان يشيل الباقي، يعني بصوا شال كل حاجة حرفيا. ايه ده؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، كأني بمسح بأستيكة. وات ذا هيل، انا حرفيا مصدومة، حرفيا شال كل اللي كان على وشي. هو فعلا فعلا بينعم الوش. في نعومة السيليكون كأن فيه هو حاجة فيها السيليكون، انه تحسوا ان هو فيه حاجة يعني بتملى الفراغات اللي في الوش فبينعم البشرة فعلا. يعني انا بتهيألي ده قبل الميك اب ابلكيشن هيبقى تحفة. خلونا ننظف المغناطيس، بس على فكرة انا حبيته جدا، شال كليا فعلا. انا كنت متخيلة ان انا هقعد فترة طويلة علشان اعرف اشيله من على وشي او بضطر ان انا اغسله. انصح بيه جدا بصراحة، لان اولا هو ممتع وفي نفس الوقت تحس ان هو حلو قوي للبشرة. 5/5. قاعدين عشان تعرفي تحطي لي صح، تقعدي انتي وانتي تحطي لي من فوق. اه انا ممكن من مناخيري بس والله. ايوه ام سوري. وبعدين حطينا على الخد ده، مش هنسيب التاني. انا عايزه الباقي ده، في شويه صغيرين قوي انا محتاجاها. ما انا لازم تعملي الناحيه التانيه. نو مش هعملك الناحيه التانيه، احنا لازم نجرب. نو احمد، نو نو احمد. لحوست الدنيا مش كده. بس انا كنت احس الاحساس كله مره واحده. يا ربي يا حبيبي يا بسمة زبوني. انا هجيبها يا بسمة، استني معانا. طب عمل ايه بقى؟ انا ممكن اعرف بس عمل ايه؟ يعني هو نعومه بس مفيش تغليف. اه نعومه. اوكي نيجي بعد كده للماسك ده اللي انا كان نفسي برضو اجربه، اللي هو بتاع الطحالب البحريه. ده بيجي عباره عن كيس كده فيه بيدز صغيره او زي كور صغيره خالص بتحطوها على ميه. بصوا ازاي بيتكتل، او ماي جاد. القوام بتاعه لزج جدا بس مغري جدا. شغلت النور علشان تشوفوني احسن. مش بيلزق، او ماي جاد. ايه ده؟ بصوا ازاي بيتحرك، ملوش ريحة خالص على فكرة. ايه
نو ما عجبنيش بصراحه خالص، مقزز. بس بصراحه علشان ابقى صريحه يعني وادي له حقه، الحقيقه هو رطب لي بشرتي شويه. يعني عارفين احساس ان انتوا حطيتوا حاجه بارده كده وناعمه على بشرتكم، تحسوا ان هي شدت الوش كده ورطبته شويه. بصراحه هو عامل كده شكله كانه حيوان بحري. ما لا نو ما نو 3 من 5 علشان ما ظلمهوش، وممكن ارجع استعمله تاني صراحه مش عارفه. اوكي خلونا نجرب بقى الفيس ماسك ده اللي انا مش عارفه انا جبته ليه. الحاجات دي انا طالباها من زمان جدا جدا، من وانا لسه حامل تخيلوا، بقالي مثلا 6 شهور طالبه الحاجات دي، فمش فاكره انا اشتريتهم ليه. ممكن يكون بيشيل الرؤوس السوداء، انا بصراحه ما عنديش تقريبا رؤوس سوداء خالص. ممكن استعمله على احمد، خلوني اجربه على احمد كده، بس هو نايم دلوقتي فهجربه لما يصحى وهحط لكم الفيديو هنا. اوكي حلوين، انا اتصدمت حرفيا صدمه حياتي دلوقتي. اولا احنا اليوم اللي بعده، لان انا كنت عايزه اجرب الماسك ده على احمد زي ما قلت لكم، لان انا كنت فاكره ان هو الماسك ده اللي بينظف البورز، واتصدمت لما عرفت ان هو ماسك شفاف بيتحط على الجلد كده علشان يشد الوش من غير ما يبان. فقلت لازم اجرب ده بنفسي. اهم اتنين كده مش قادره احدد بالظبط، اعتقد ان هو كده مظبوط عشان يشد الوش بالطريقه دي. اوكي اتخيلته شفاف. اوكي مش عارفه انا حاطاه كده صح ولا المفروض ان هو يبقى الناحيه الثانيه. بصراحه هو مش بيمسك خالص. يا رب ما بقاش حاطاه بالمقلوب، بس متهيألي ان هو فعلا كده ماسك احسن. بس نعمله بقى الناحيه الثانيه. احساسه على البشره حلو جدا، بس ما فيهوش اي ماده سائله خالص. فانا هستنى غالبا 10 دقائق كده بعدين هشيله. اوكي ما عداش 5 دقائق اوريدي زي ما انتم شايفين الموضوع بينهار، فانا هشيله بصراحه. ايه رايكم؟ حاسين وشي مشدود؟ انا حاسه وشي ملتهب. عموما الحاجات دي بتبقى حلوه فعلا، يعني على المدى الطويل بتبقى كويسه، بس هي مستحيل تشوفوا منها نتيجه فوريه، يعني مش هشيله كده الاقي وشي اتشد اكيد. anyways بصراحه انا عجبني جدا وهديله 4 من 5. اوكي خلونا دلوقتي نجرب الفيس ماسك ده اللي هو بالماتشا. ده عباره عن مود ماسك. الماتشا دي عباره عن عشبه خضراء كده بتتعمل باودر، المفروض ان هي بديل للقهوه وبتدي طاقه وليها فوائد ثانيه كتير. او ماي جاد مسحت البلاك ماسك على التيبل. اوكي مكتوب عليه هنا ان هو عباره عن ماسك طيني عادي جدا، بيتحط عليه وورم ووتر او ميه دافيه، وبعدين بيتحط وراه مويسترايزر. فطالما طلبوا ان انا احط كريم مرطب وراه معناها ان هو بينظف وبينقي الوش. اعتقد ان هو هيجي شكله باودر صح؟ ايه ده؟ وات؟ ايه ده؟ ماد ماسك جاهز، طب احط عليه ميه دافيه ازاي؟ ولا هم قصدهم اشيله بميه دافيه؟ حرفيا الكميه اللي جوه انتوا مش متخيلين ازاي قليله، يعني كانها بواقي. بصوا شكلها جوه عامل ازاي، بس هي دي كانت كل الكميه اللي جواه، يا دوب كف ربع وشي. هنستنى شويه 10 دقائق تقريبا وبعد كده هنغسله ونشوف النتيجه. تقريبا اكتر ماسك عجبني فيهم كلهم تخيلوا، والوحيد بقى اللي جاي يعني كميته قليله جدا. تحس ان هو يعني نظف البشره وكل حاجه، بس في نفس الوقت ما لزقش قوي على الوش زي الماسكات الطينيه الثانيه، وحاسه ان بشرتي ناعمه وفي نفس الوقت تحسوا فيها مداره. هديله 5 من 5 بصراحه، لانه فعلا فعلا حلو قوي، من الحاجات اللي ممكن استعملها تاني 1000000%. تخيلوا ما جمدتش، وقع تاني في الطبق. او ماي جاد بجد اسوأ اختراع في العالم، ما جمدتش اصلا ولا شويه حتى. بس انا متضايقه جدا جدا، لان الجهاز ده حرفيا كده ملوش اي لازمه، يعني هو ولا بيعصر الفاكهه اللي بنعمل منها الماسكات، ولا بيخلط زي الناس، ولا بيبرد، ولا بيعمل اي حاجه خالص غير ان هو بس بيقعد يلف شويه لمده ربع ساعه علشان يدوب حبايه ممكن حرفيا ندوبها بايدينا. يعني انا متضايقه جدا جدا، لان انا بجد كان نفسي ان انا اجربه. بصوا ما جمدش ولا حتى شويه، يعني سائل خالص خالص، مفيش اي حاجه اتكونت. بهدلت الدنيا تاني. 0 من 10. مش عارفه اذا عملت حاجه غلط، يعني انا اتبعت التعليمات بالظبط زي ما هو مكتوب. بس عموما لو انتوا شفتوا ان انا عملت حاجه غلط في طريقه التحضير قولوا لي عليها، لان انا فعلا مش عارفه انا عملت ايه غلط. كده خلاص بجد بشرتي محتاجة بريك، مش هحط ماسكات تاني بجد لمدة شهر قدام بعد الفيديو ده. حاسة ان بشرتي نظيفة، وحاسة ان بشرتي ناعمة، وحاسة ان بشرتي بتلمع. يعني انا متخيلش ان بشرتي هتبقى مبسوطة كده في اخر الفيديو ده، بس بصراحة حاسة ان بشرتي مرتاحة مش تعبانة خالص. بس هعمل السكين كير العادي بتاعي، احط شوية مرطبات على بشرتي علشان تترطب. anyways يا حلوين ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وسليكم. ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب لو عجبكم وسليكم، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية بليز يا حلوين اكتبوا لي تحت في التعليقات تحبوا تشوفوا
تشوفوا نوعيه فيديوهات ايه الفتره اللي جايه، وتابعوني على الانستغرام بتاعي علشان انا اكتب جدا على الانستغرام الحمد لله الفتره دي. احبكم قد العالم كله يا حلوين، واتمنى يا رب اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to